لكن المباراه اللي كانت يعني معلمه معايا مباراه الاهلي والزمالك، جبت الجول في الاهلي الله في اول 4 دقائق. ده يعني لك واحد نتيجه المباراه وكابتن عامر هو اللي جاب الجولين. ولا جبت الجولين ولا طلعت. حصلت قريب برضه انا فاكره، بس هي حصلت قبليه. انا يعني المنظر بقى كان قدامي، كان ابراهيم الكبير كان لعيب من السودان وكان موجود في 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 النادي الاهلي، وهو بيرجع كره لمروان كنفاني حطها له من فوقيه دخلت لوب. بعدها باسبوع مشي بالطياره على السودان ما رجعش. حاجات زي كده ما بتحصل يعني اوقات كتير، بيبقى أكيد هو مش هو اكيد اللاعب ما بيبقاش قصده، بس لا طبعاً لا. شعور بقى اللاعب بعدها بيبقى ايه يعني؟ ما هو الكره اصلا لما اتلعبت بالعرض انا رايح قبل الراجل بتاع الزمالك كان سعيد الجريري ساعتها عشان اطلعها بره. لما حضرتك تشوفيها انا طلعت بره القائم بحوالي 2 3 يارده، لما اعملها كده لازم تطلع بره. يعني اعملها مليون مره لازم تطلع المليون مره بره. دخلت في الضيقه، هو القدر قال قول، واكرامي واقف، واكرامي بقى لطم قال لي جبت فين اقول يا عامر. وانا بقى انا ساعتها يعني مش حاسس بنفسي. اكيد طبعا. وماتش زمالك والناس بتفتكر الماتش ده من الماتش للماتش طبعا، ومين اللي خسرنا؟ محمد عامر. فلا في 4 دقائق بين الجول ده والجول ده، الاربع دقائق دول اصعب 4 دقائق. اتفرج بقى على لو في اعاده تتفرج عليه، تلاقيني بجري في كل حته فيها الكوره عشان عايز انت عشان اللي تسجل. عشان عاوز انا اللي اسجل، مش عاوز التعادل يجي برجل غيري. وبكرم ربنا كان في اوت ناحيه الجول بتاع الزمالك، حسام البدري رمى الاوت، مصطفى عبده عملها بدماغه لورا تنزل من تحت رجل 5 لعيبه من الزمالك عشان تجي. يا سبحان الله. والله مكتوبه لك يا كابتن عامر، مكتوبه لك فعلا. يعني ده الماتش اللي كان معلم معايا.